انا في المرحله هتستمر طب كتير؟ هتستمر كتير طول ما بعض اللي مش واخدين بالهم اللي عايزين نكسب نحقق مكاسب عندنا احنا بس هنبدا نتكلم على يعني ده. انا دلوقتي لو جبت لك سيره مثلا جهاز الكفته تقول لي انت بتضرب في النظام بتضرب في مصر؟ لا حضرتك لو تخيلت ان جهاز الكفته ده انتاج للنظام اقول لك لا. انا بقول لحضرتك ازاي لا؟ لا معلش ما انا عايز اقول والله العظيم ازاي؟ انا عايز اقول انا بقول لحضرتك انها في هذه اللحظه تقدم احد الافراد بدراسه ما كويس عرضها على الامر قال هنشوفها كويس طلع غلط اترمى بعيد لا بس الموضوع لا انتهى لا ده بس البديل اتعرض قدام رئيس الجمهوريه